ايه هموت خلاص انا هسيبها خالتها لسه جايبها من على الشجره وقالت ان كانت مختفيه كان بقالي يومين سايبها البيت سكرت موس ايه الشنط اهي يا باشا انا بقولك يا كبير ما يكونش حد هبق عليها وفتحها ولا حاجه والله العظيم الناس دي ربنا يبارك لها ويبارك فيها الشنط وصلت ومحدش لمسها هي دي الامانه يا جماعه ما الطيارات لما بتتخطف في الشنط بتتحط في مخزن الامانات وتتقفل عليها بالشمع الاحمر لا يمكن تتفتح ابدا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله استنوا خير يا باشا في حاجه الفلوس دي مش هتروح مصر الفلوس دي هتستنى هنا للناس اللي محتاجينها انت بتقول ايه يا باشا تستنى فين هسيبها للناس اللي بتموت من الجوع هم اولى يا كبير ما هو المؤاخذه برضو مصر فيها ناس برضو بتموت من الجوع بلدنا برضو فيها خير يا عبد الجليل ما حدش فيها بينام من غير عشاء لا انا ماليش دعوه بقى بالكلام ده خالص ده مش قرارك لوحدك يا باشا احنا كلنا شركاء عايز تتبرع بفلوسك انت حر هذه غنيمتنا يا باشا والغنيمه حلال ازاي يا باشا نفرط في الفلوس بعد الشقة اللي احنا شفناه ده كله؟ ده احنا متنا بعد كل البهدله اللي بهدلناها والتعب اللي تعبناه يا باشا عايز نسيب فلوس؟ نسيب حقنا؟ اسف يا باشا صحيح يا باشا كنت طالع العمليه دي ومش فارق معايا الفلوس بس دلوقتي الفلوس تحت ايديا واقدر احقق كل احلامي ليه عايز تحرمنا منها؟ لو طلعت بالفلوس دي الطياره انا هبلغ عنكم اسكت انت اللي بوظت دماغه من ساعه ما شاف بلاش تقول لسان ابراهيم انت فاكرنا ايه ليه عم بتحركها بايدك تقول لنا نسرق رجعوا الفلوس نرجعها الفلوس دي مش هتتحرك من هنا انا على جثتي لو فرطت مليم واحد انا كمان استحاله افرط في مليم بالفلوس دي يا باشا هيبقى جواز ولا شغل ولا فلوس استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا جماعه ده شيطان وده قلبنا خلاص يا باشا خد جزء وسيب لنا الباقي انت اكتر واحد عارف ظروفنا ليه عايز تعمل فينا كده الفلوس لو طلعت الطياره انا هبلغ عنكم نجيبي معاها الفلوس دي لازم تروح للي احق بيها مننا انا هي اللي سوري قال لي انت جدعان ولا ايه الله ما تخش علي بيتك يا حسام اسكت انت لما الرجاله تتكلم انت كانت اهو ما عادش وضع بيها انا ايه نضال انت فاكرها لعبه انا ظروفي زي الزفت في مصر هتصرف عليك منين حسام يا انا يا الفلوس انا عارفه ان المبلغ كبير جدا بس انت احسبها كويس قبل ما تاخد قرار انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا واتبهدلتوا عشان نرجع بالفلوس دي مصر وأكيد الفلوس دي كان ممكن تحقق لكل واحد أحلامه اللي كان بيتمناها. بس في ناس هنا مش قادرة تحلم. مش لاقية الحلم. طحنهم الجوع والفقر والمرض. أعتقد إن الفلوس دي ممكن تحل لهم جزء صغير من مشاكلهم. أنا عارف إن القرار صعب. وأنا واثق فيكم. وعارف إن جوه كل واحد منكم قلب طاهر ونفس طيبة اخترت نضال يا باشا انا معاك يا باشا حتى الواحد ما يأمنش على نفسه والفلوس دي كلها معاه ربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا وهي صدقة كبيرة تمنع بلاوي كثير تخيرك عليا يا باشا أنا غلطان أنا معاك يا باشا
عايز احجج امي كبير، اصل انا كنت نادرها يعني. هنحججها لك يا عبد الكريم. يعني أنا اللي هطلع نادل في الآخر؟ خدهم يا باشا، الفلوس دي منظورة من الأول، كل الفلوس رايحة لأهلي، كلمة في شقة في عربية بالجزمة. اوعى كده لما أبوس الباشا. تتعود إن شاء الله. جماليا، أنا عايز الفلوس دول يروحوا للناس دول، ما يروحوش الناس دول وينهبوهم دول ويخنصروا منهم دول، ها؟ أنا عارفة حوديهم فين بالظبط. وقد تم الإفراج عن الرهائن المصريين المختطفين في الصومال وعادوا سالمين إلى البلاد، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية الحكيمة. بقول يا ناجي باشا، واحنا خلاص كده مش هنشوف حضرتك تاني؟ ازاي بقى؟ هتشوفوني طبعا، مش معقول هسيبكم. انا عندي شويه مدخرات، هعمل شركه سياحه وهنشتغل فيها كل يوم. انا معيش فلوس، حد يدفع؟ حاضر. طبعا حاضر. فلوس فلوس فلوس. معانا طبعا. فلوس فلوس. بقول لك يا كبير، ما نجري. يا ريس معلش، خد الساعة دي خليها عندك لغاية ما نجيب لك بقية الفلوس. ده كلام يا باشا؟ ما يصحش يا باشا الكلام ده يا باشا. معلش خليها، هنجيب لك الفلوس بكرة. بالهلا والشفا يا باشا، ليلتكم زي الفل، مع ألف سلامة. أنت راجل جميل. ربنا يخليك يا باشا، اتفضل. مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. اتفضل. Ha 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 ha